فريد. تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هطل طلع على البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلاف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. طمن وماله؟ ما ضرش. والله زماني غريب. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس! الفلوس البضاعة راحت! عملتها يا ابن النوح! لازم تهرب الخميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا خال، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا رصاصك خلص، يبقى هتموت. ثم إن أهل المجنى عليه ما اتهموش خميس أبو سنة بقتل ابنهم، بل على العكس كل أقوالهم لصالح موكلي، سيما وإن الشهود وتحريات المباحث أفادت إن موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. أما بالنسبة للتهمة الأخرى والخاصة بالإتجار بالمواد المخدرة، فالمعمل الجنائي قد أفاد بسلبية جميع العينات المضبوطة، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. كما يا
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المدولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا حبيبي. الله يرحمنا يا خال، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا قرايب. روح يا ام. على السلامه يا حبيبي. ريحيني وروح يا ام. على السلامه يا رب. مع السلامه. مع السلامه. تقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الأحبة موصول يا شاويش محمد. طمني، ابنك اتعين في الداخلية ولا لسه؟ البركة في دعوات الحاجة. دعوات الحاجة برضو؟ وانت يا كبيرنا. حلوين. الله. حلوين. 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 اي حاجة احتاجها تجيلي. عينيا الجوز. بقولك ايه يا كبيرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك ورجال زي ما انت زي ما انت زي ما انت. الفلوس دي يا شويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، واي حاجة يحتاجوها، اي حاجة رقبتي سدادة. اصل يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندينا. حلوين. حلوين. مامور مامور مامور. تمام يا فندم. تمام. لا دي حركة حركة حلوة. حلوين. حلوين. مؤاخذة يا ابني، العتب على العتب. سفارس سفارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه؟ جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يوم رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضه يتربوا بعيد عنك، دي خلقة تربي نشأة. وعلى فين العزب ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك، 7 سنين معلمين. ياد رزق ياد، مكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنين يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاش يا سيدي المعلمين، والناس بقت مع الشقف بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك، انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه، ده عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟
مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ رمانة. مراتك؟ مراتي ايه؟ في حد بيشيل صورة مراته برضه يا شويش؟ على قولك، ده ايه ما فلعفش؟ بقول لك ايه؟ أنا اديني فلوس لشويش محمد، وكده يبقى أمان يا فندينا. وصلت وصلت. شكريم. ما بتنساش حد أبدا يا فندينا. ده رزق ويروح لأصحابه. هي دي الاسمة. بالحضن، بالحضن يرجع رجالة. هتوحشونا رجالة. يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهولة. الدنيا مليانة بلاوي، والبلاوي مفيش اكتر منه، زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وبقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرض محام؟ حظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان النوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان النوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الاجراءات وخرج. افندينا خرج يا رجاله. بعدوننا عن كل اللي واقفين، تطلع فصيلة دم منا الوحيدة هي اللي تنفع تديلك يا ابن المحظوظة. المصيبة لا تكون الأنبوبة دي رايح جاي والبس نقطة زفرة من دمك المليان بلاوي. أنا بكده اطمنت على روحي عشان خدت من دمك سر الخلطة يا فندينا. خلطة؟ خلطتك انك لزقت فيا ولبست الطلقه بدالي يا خفيف. افندينا خرج يا رجاله.
معلوم اكمنك ما رضيتش تسجد معانا لربنا يا واطي. يعني كانت سجدة منتخب مصر يا خي. يفلت منكم في السجن وبره كمان العيار ما يسيبش وتطلع تحود. الله، ده انا بعلي فيكم سنين عشان اليوم ده، مش عشان تقفوا قصادي وشكوا في الارض وقفى كل واحد فيكم يعمر فرن عيش بحاله. ما يا معلم هو اللي اخرس يا ياد اخرس. انت فاكرك راجل بيت ثابته وعين صار، طلعت مرة بيد طرية وعين زيغة، اتفوكس عليك راجل. هو العيل من دول لما رصاصته تخيب ما يستاهلش يعيش ثانية واحدة يا حاج. انت يا ابني على طول متسرع كده، ما ينفعش تضرب على رجالتك، ما ينفعش. تعال تعال قدامي، امشي امشي. ودم الشهيد ما يطلع عليه شمس تانية يا حاج. اه خليك انت بعيد يا ابني، سيبهولنا احنا يا كبير وهتشوف. النبي تتلهوا اتلهوا يا اخويا، ده كان في ايديكوا، ساكن على شجره في عز الدهر. ما عرفتوش تصطادوه، دلوقتي عجبوه بعد ما رجع عيش واتكن بجحره. ده سمك ولطف في الميه وابشيته ما بقتش سهلة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ هي عشان خيبت مرة نقوم نسيبه؟ يا ابني يا ابني يا بالمعروف، قلت لك 100 مرة خليك انت بعيد عن كل ده. ما ينفعش يا حاج ابقى بعيد، ده لما اخويا وفرقت العم كله وانا المعلم وكلمتي على الرقبة الكل. وانا بقى ماليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده، وحياه امه ليكون مصفي دمه نقطة نقطة ودم خلب وسلة عشان يعرف مين براء النوح، يعرف مين انا عباد الروح. استنى، خد 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 براء. ولا براء انت، انا وانت هتقف تتفرج عليا ورايا اخويا اللي كاني وباص الدنيا ورايا بسرعه. عفو. اجري عفوا، دي خلف عار. يا الف لا بابا، شاكرين يا رجاله نجيبكم في الافراح. الخال رجع والحس رجع للبيت من تاني. بالحضن يا غالي، بل ريقي ورد فيا الروح. طبطبي ياما طبطبي يا حبيبي يا ابني، نفضي تراب الظلمة من على كتفي. ما حسيتش اني كنت مسجون الا دلوقتي، ولا سمعت صوت الرصاصة الا هنا. الحمد لله ان ربنا نجاك، انا قلبي اتخلع لما سمعت الخبر، بس برضو ربك حنين ورحمته سابقة قضاه. ما تصدونا بقى من الكلام اللي ملوش عايزة ده، الله خلونا في الفرح اللي العيد اخواننا. يا حبيبي يا ابني. كهربا انت لسه خرصة؟ امال في الساعة ده ابو جمعة، انت لسانك سابق على طول كده. تتحكي لغات، تعالى يا كهربا. بلاش محن يا بنت، انا ما احبش النسوان لما تقوى. سيبيها يا اما تعضل عباية عباية مراته يا حاجة، سيبيها تفك عن نفسها شوية. بلا محن حريم، مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب، ولا خلاص الزبدة ساحت عالساق والسمة اتحرقت يما واللحمة استوت وطلبة كاي. اتحشم يا واد. يا ألف حمد الله عالسلام. شو مراتي هي اللي كانت بتخاف عني مرار غيابك السنين اللي فاتت دي. نورت بيتك يا سي خميس. نور بيك يا مرات الخال. قال لك اسمها شوق. اه شوق. ها قربي يا شوق،
حبي على ايد كبير البيت. حبي على ايد افندينا. شو لا اله الا الله. لا مؤاخذه، وماله ما يضرش. خميس تعال اقعد على الكرسي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. بحبك يا بدران. انقذتني. بس في سؤال تقدر تقول كده محيرني، انت ليه كنت بتدافع عني بقلب قوي كده؟ حسيت انك مظلوم، شفتها في عينيك وانت بصصت من ورا القفص، سمعتها في رنة صوتك وانت بتحكي لي اللي حصل، قلب المؤمن. حسيتها في رعشة ايديك وانت بتسلم عليا، قلت هي دي الانسان. اه هو ده الانسان، الخسارة في حبل المشنقة. بس انا عايز اسألك سؤال، هو انت دلوقتي لما تقتل خاين بقيت مجرم قلب؟ ولا لما تدور على اللي بيبسط الناس وتجيبه لهم لحد عندهم وهم قاعدين كده بقيت مهرب بقى لا سمح الله؟ مهرب؟ قبض الروح يا بدران مش حاجة سهلة، بس كمان مكتوب عشان الناس تعيش لازم الناس تموت، يعني نفضل عايشين كلنا، وكمان عشان الناس تحس طعم الدنيا لازم يبقى في مزاج. ياخد بق. لو عاجبك خليني احط لك شويه هوا تاني. يا على كتفك ده. كفاره يا فندينا. أعرف أعرفك براء النوح اللي مطرح ما يحط رجليه يحضر قبض الروح. ارجع اثبت. وأنا بقى حالف بخرج من هنا غير وأنا مسلم روحك للخيال يا أفندينا. اثبت. متشكرين يا كابتن مصر يا محترف. تنورني يا فندم. اقتلني اقتلني يا خميس، وانت لو ما قتلتنيش انا هقتلك. هقتلك يا خميس. لو حابب تعرف ياض انا بقى اعرفك. خميس يا فندم اول خميس ملوش جمعه. يالا تحب بتسهر ويانا ولا تروح تتفرج على التلفزيون؟ دوس على الزنات وقتلني، انا مش خارج من هنا غير يا قاتل يا مقتول يا خميس.
ورحمة الغريب لهقتلك يا خميس. اثبت اثبت يا انت فاكر يا دي المدة بيرمرم كده يلا ليه؟ والمدة بتاع عيال المدة عنده مزاج وبيناقي الجتة اللي ناولها الشرف ده. وانا ليه دم عندك وهاخده افندينا هاخده منك يا افندينا وهقتلك. اثبت اثبت يا اثبت يا افتح بوقك يا ابوك يا ده عارف انك هنا ما ظنيش انه بالغباوه دي ولا يا زوز ما ظنيش الله يعني انت كده خرجت عن طوع ابوك معلم النوح معناها لازم تتربى ويتعلم عليك بس وابوك هيرى العلامه دي كويس عشان بعد كده تسمع كلام ابوك كلام امك لا ها اثبت اثبت يا اخلص عرفت حاجه وصلنا له يا كبير فين كباريه المالت بيدور رائد لافندينا هناك وانت كنت فين وازاي تسيبه يروح لوحده ما انت عارف دماغ المعلم براء ناشفه زي الحجر رفض حد يروح معاه يوم يروح له في حجر المالت ده كلب افندينا وقطته بتتمسح فيه جهز بسرعه كام راجل من رجالتنا يجوا معانا لازم نلحقه قبل ما ياكلوه يلا بينا خميس قفش الدنوح في كباريه المال وعامل عليه حفله هناك خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله لا الواد هو اللي راح بس شكله كان نوع الشر لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله خلاص مال وشك مسفر كده ليه لا لا الا الله النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل حاج هو خميس قرص على الواد بالزياده الظاهر كده ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح طب والعمل يا حاج طب تسالني يا ابو سنه لم الرجالة وروح في ظهر خميس أحسن يخرج يتفاجئ بيهم هات يا جمال يا رب استرها راح فينا الصبح كده يا براء مالكيش فيه خليك في حالك ما هو ده حالي وانا مش مراتك ولا ايه مراتي مراتي بأمارة ايه بقى ان شاء الله بأمارة الوضع اللي ابوك غصبنا عليه بقولك ايه حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح انت صحيح لو عايز تنتقم من خميس لازم تعرف ان عنده رجالة كتير وعزوة اكبر يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح اكبر في عيني مين يا بت اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه انت تبقي اتعبطتي قدك عشر مرات ب
بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب؟ وحات امك اللي عرفت مامك صح. حرام بس. وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا. ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيه. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليه كتار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده، عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ أداري دموعي جواها محدش عنده فرحة سلام. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عارفني، أنا التوت مني، أنا مش أنا. أنا مش عايز دوشة، أبات برة أبات جوة، دي حاجة تبع المزاج والكيف. ماشي، مش عايز عكنانة وبراحتي. محدش عنده ضحكة السلف أداري. أمي مالها صوت في البيت. صوت في البيت. مين اللي سجل يعمل؟ ممكن تكون قطة يا سي خميس. الحريم يدخلوا الأول. خال. هتزوز زومات يخليكم ضهر. يلا. في ايه؟ في حد كان بيحاول يحط من على الكورة يا فندم. انتوا فين تتفرجوا؟ ورا. يلا رجال. ورا. في ايه؟ تورطت مني على البحر. تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينه في ايدك دي يا ابني، كده هتعور نفسك. ما تخافش، انا هسيب السلاح اهو عشان تضطرني. حد يا ابني سيب السكينه اللي في ايدك دي. ما
ما تخافيش يا كرام، ما تخافيش يا حبيبتي، ده ضيف. وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا. تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده. يلا يلا اثبت، خليك مخانق. قوم قوم اخويا، قوم تعالى خفيف. ولا اي حاجه. وطي ياض، حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، مش وش يا مطي. ده مهما كان يتعدى أسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. إيه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا أفندينا. شفت؟ لازم أخد رأي رجالتي. مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انتصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطلي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ ارد عليك عم الشيخ. معلم النوح كبير الصحراء، جماله حفظها شبر شبر، واسمه عندنا زي الجنيه الذهب. ابنه براءة.
أشقى خطر في المنطقة وأسرع موزع في السوق، واسمه مكتوب بالحبر السري عند الداخلية لغاية دلوقت. معلم أبو سنة، يا جمالك يا معلم يا خال، يا كبير الكبار، يا أمير الأمراء، يا مكيف الكيف، يا أصل الدويقة ومنشية ناصر، صيتك من الصعيد لغاية هنا. خميس أبو سنة أفندينا، رنس المزاج، أبو الرجال، وكفه معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاصة الكلام يا رجالة، الفرقة خطر والمصلحة تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكاية أصلها الدم، والدم أصله غدر. دي ما تسويش دي يا أبو السنة. الموت أهون يا نوح. أيوة بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا أخوك، الكلام هنا يفرق أهو يا معلم أبو سنة. جرأة يا رجالة، أنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفاية عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر، الله أعلم خلصتك منه إزاي. وانت يا ابو سنة بضاعتك بدأت تشيح في السوق، هتنكشف والشغل الشعبي ما بقاش يليق بأفندينا. شوفوا يا رجالة، كلنا عارفين قانون اللعبة كويس، اللي هيورب سنة هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعة اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبدا هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نعرف فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فتح عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول أبو سنة. هو مين المرحوم؟ المرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجالة. استنى انت يا خميس. عايزك. مصر بتبقى حلوة قوي بالليلة يا خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة وما نعرفها. أنا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وأنا صعب قوي حد يدخل دماغي، من وأنت صغير وأنا مراقبك، وعجبتني لأن ليك كرامات مع الحكومة، واللي عجبني أكتر إن أنت رميت عمرك ورا ظهرك، ورحت تطالب بحقك، وقتلت غريب وسط الحكومة. خيانة تمنها الموت. في السنين اللي فاتت يا خميس السوق اتغير، ناس كتيرة اتحرقت، أنا كنت مستنيك، كنت خلاص اديت الحكومة حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحب وبشتغل بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يوانون، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص، بقى بيدور على خطين أبيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟
انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس، خليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني. انا عيب عليك تقول كده يا خميس، انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها من غير شوشره؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المجنحه. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران يا معلم، هلا. ما انت عارفني، انا طول عمري كلمتي واحده، العشاء عندي يوم الخميس زي ما وعدتك. لا لا، واطمن اطمن، هعمل لك اكله خفيفه عشان ما تحماش على صدرك. ماشي، استنيك انت والرجاله. السلامه يا معلمه. على النعمه من نعمه رب، انت اللي معلمه يا معلمه. قدرت تضربك السوق في ثانيه الا ربع. ما انت عارفني يا واد يا براء، انا ماليش في البيت. انا طول عمري احب الحاجه الطازه قبل ما تحمض وتفوح ريحتها وتلم عليها الدبان. ربنا يجعل كلامنا خفيف على الدبان. براه، انا مش عاوز جنس مخلوق يحس بالمصلحه دي خالص. ورحمه الغريب، لو عيله ابو سنه دخلت في الحوار ده لكون ما قلقشهم بسناني دول. خليهم غرقانين في البن اللي راح زمن، يبقوا يقابلوني. مش هيدوم، مش هيدوم. خميس اكيد هينقل على ملعبنا، وضاويه وابو سنه هيلعبوا في نفوخه جامد. بس الخوف بقى لا تكون دي رغبه الباشا كمان. يا دي الباشا، يا دي البعبع. ما طالما فيها باشا هتقول لي هدنه ونطاطي ونستنى زي كل مره يا حاج. خساره براء، يا 1000 مليون خساره. كان نفسي ومنى عيني يا براءة تتعلم من الجمال اللي انت بتربي في وسطيهم. ياد، خزن واصبر، خزن واصبر، عشان يوم ما تقلب تلاقي الزاد اللي يكفيك وتضرب ضربة معلم. عم محمد، وازاي مراتك وولادك؟ تسلم يا ست هانم، ربنا ما يحرمناش منك يا رب. استمر بقى في حوار الدعاء ده، يمكن دعاء منهم يظبط معاك. ربنا يسعدك يا رب ويحفظك من كل شر. طلع لي الشنط على فوق. عينيا. حاضر. اهلا اهلا، اخيرا بنتي حبيبتي رجعت لي. وحشتني قوي يا ابوي، خلاص هتزهق مني. ازهق منك ايه؟ الله، ايه يا بنت الحلاوه دي؟ انت طالعه على ابوكي ولا ايه؟ ها، طمنيني. تمام يا كوتش، خلاص خدت الشهاده ولازقالك. يعني بقيتي 100 100 في الكيمياء؟ يعني اسيبك انا عشان ورايا 1000000 حاجه. يا بنتي اقعدي خدي نفسك في السفر. نفسي ايه يا عمروتي؟ انا عايز ارمي نفسي في البول واطلع انام لي شويه واروح اقابل صحابي، وحشني موت. طب اعملي حسابك هنتغدى سوا. لا، انا اكلت في الطياره، ما تعطلنيش بقى. يا بنت المروشه. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. ها، ممكن نطيرهم. عينيا. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله، مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. اهلا
هتشاور البضاعة اللي هنستلمها في الكراتين دي؟ أيوة أمال إيه؟ دي كراتين متأمنة وآخر حلاوة. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعطل في حاجة؟ الله، أيوة أمال إيه؟ زوز هات كرتونة فرج أفندينا. حاضر. اتفضل يا أفندينا. الكرتونة دي طبقتين، طبقة فوق معسل وطبقة اللي تحت معسل، وفي النص هتشاور البضاعة، يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعة بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا، يعني لابسينها لابسينها. الله عليك يا معلمي، خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عملية متجربة قبل كده كذا مرة وعدت. مش كل مرة تسلم الجرة يا خال، لازم يكون في فكر جديد، لازم. الحكومة بقى عندها حاجات حديثة، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكرة حديث. صح مار، يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانة دي عايزة واحد نبيه، عايز واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز، قومر افندينا، هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانيه تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانيه انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا افندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس، يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله، محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عشنا، ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو، يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحطها. ناولني. خد يا ابني، خد يا زوز. ناول يلا، هم يا رجاله، يلا يا اخوان انت وهو. يلا. اهلا 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 بريحه الحبايب وريحه اهالينا كمان. اتفضل يا استريح. ايه يا معلم، مش هتعايل البضاعه عشان تمضينا على الوصل؟ مش قبل ما تاخد واجبك يا راجل. شفاعه، قومر يا كبير. عد رجاله المعلم هريدي وابعت للحاتي، هات اللي يكفي وزياده. حصل يا كبير. طول عمرك اهل كرم يا معلم نوح. ما ينفعش اي مخلوق على الارض يحس ان انا ليا اي دخل. عيب يا معلم، ودي كانت اول مره. بس المره دي بقى غير كل مره. اتضمن يا معلم، حط في بطنك شادر بطنك صفر. العبها من ابعد حته ممكن تطولها، مش لازم اي حد من رجالتك يبان فيها. ما انا مش عاوز اسيب اي فرصه لاي غلطه مش محسوبه. اعتبره حصل. حس كده ده مش خساره فيك. تسلم يا سيد المعلمين. روح يا راجل بالسم الهاري، الهي يتسرق منك. بتقول حاجه يا معلم؟ بقول لك منور منور. الطريق ده مقطوع يا خميس، مالناش فيه ناس كتير يعرفونا. كان هيجرى ايه لو سيبنا رجاله الدهان يجوا ورانا يأمنوا ظهرنا؟ كم قلبك يا خال؟ البضاعه دي احنا دافعين دم قلبنا فيها يا خميس. ما
خليها على الله. صل على الله. الله يا ستر جمال يا رب. السهل ده بتاعنا ودي حبة فلوس يا ابني. اللي بتعملوه ده ما يصحش. الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ راسة فندينا. اضبط مين اللي بعتك ده؟ مين هذا اللي بعتك؟ راس افندينا ابن الكلب. مين هذا اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي خميس. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابية طورين يا حاج. هاتي لي ما يتوضى علشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي. اللهفة على اللي في سنك خطر. عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. أنا هعوزك تطلعي انتي؟ ليه يا أختي من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا. كنت عايزاكي ترمي العظمتين، تظبطي هرموناتك بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيب لك واحده على الزيرو وتقلب لك عداد وتحط لك فوطه صفرا. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انت ما بتخلفيش. على البوابة نضرب عليه نار كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار. اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير. محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه ابنك يا حاجه خميس دماغه انشف من ريق العطشان.
غلو بتتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا، الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومة. حلف ما تعدي الليلة دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي؟ عايزين اعمل ايه تاني يا حاجة؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليلة في حوارات كتير قوي. عايزها توصل ليه تاني يا حاجة؟ تاخد الرجالة وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغاية ما يطلع. ما يصحش افندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجة بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده أمر. أمر يا أبو سنة. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاجة. الرجالة بتتواجد. ما بيخبوش الرجالة في الضلمة. وادي مرسالك. يلا 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 معلم. بالله سلام. ايه مالك محظوظة كده؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحه يعني اول ما قالوا لي انا هقابل باشا كبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعه انا مقابل باشا كبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس. قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجه اللي في الشنطه دي، شويه هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سالك. ولو ما حدش سالك هتيجي برضه تقولي لي مين سالك ومين ما سالكيش وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هقعد جنبك. تعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عايزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هسمك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصلني نظام البشاوات والحاجات دي. من غير لا توعدني. احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا. يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا. ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يوم. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زماره رقبتي وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أمرني معاليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده؟ بقى خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي مساها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي اقول لي يا خميس، يا الست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي 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 ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه. انا ما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس.
تعرف الفالس ده بيتحزموا له بايه؟ هو بيتحزموا له برضه؟ مفيش رقص من غير تحزيم يا خميس. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت اللي تقربوا على الاخر وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خامه اليك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري معرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو هتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس. يا باشا بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هم مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داوية. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق. ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده. وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا حكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك. واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده. وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه وفي كل حته كارثه وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج فيه إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري. مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت واد زبالة. واد غبي وأهطل. ما أنتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك
وهقتل نفسي معاكم. فبيحصلت يا فن. طير يا شفاعة. يا رب المعلم النور والأمان. ماشي. انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروتي ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا. ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جماعة يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. دوز امر فندينك. خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب افندينا. يلا يا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا رجاله. يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا. وجايين يردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعة رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى رأي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه، ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوة. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. لا يا معلم، انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند فندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطه.
قليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا يامه؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا، خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك، ولما سبتنا بقينا في النازل، وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا ياما ان كانت الدنيا ادتني ظهرها حبتين، فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لينا، بس انت اللي مغفلاها قوي. دي سكه مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصه اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمه على وداني ولا عاجزه بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة، ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك، مش افندينا اللي يقع في بنت زي دي ويتجوزها، واذا كانت لازماك قوي ارمي لها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزياده بقى يامه. بزيادتك انت، انت اللي لازم لك قفله. خلاص القفله بقت بضبه مفتاح، والحكايه جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحه، والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر، الله أكبر. طب وكان لازمته ايه بقى الحوار ده كله لما انت ناوي تلمها في الاخر؟ ده شغل عتاق يا حمار. ما انا كنت فاهم كده يا معلم، بس لما الموضوع يطلع على فشوش يبقى الحكايه فيها انه مش لازم الضربه الزين، كفايه قوي انها تدوش. من الحكومه تنتبه له وتحل عن سمان احنا، ومنها هو يبقى مطمن لنا قبل ما يخطب رجله في الملعب. انت بتثبتني؟ بتثبتني انا يا معلم؟ بقى انا اقول لك مش هخليها اوبها وانت تجيب ورا عشان تفتح له سكه؟ وليه ياد ما تقولش ان انا بحفر له قبره؟ ما انا قلت لك سيبنا جيب لك عجله. ما انت حاولت مره واتنين وانا قبلك. ايه اللي حصل في الاخر؟ ده قط بسبعة ارواح، هو قام منها واحنا خسرنا نص المصلحة. طب ما ترسينا على اللي في دماغك، ولا انت لسه شايل مني يا سيد المعلمين؟ شايل منك؟ ياض ده انت ابني حبيبي، ده انا نفسي تبقى كبير الناس دي كلها، وكمان نفسي ومنى عيني تبطل غشم ولعب ناشف، وتبقى بقى حريف عشان تبقى هداف زي ابوك. طب ما ترسيني يابا على الخطه وريحني. مع انك ساعات بتبقى حمار قوي، انما برضه ساعات كتير بتعمل حاجات بتعجبني، واقول انك بغشمك ده راسم الخطه معايا. قصدك ايه؟ رمانه. الله، ولا الحوار ده وصل لك يا سيدي المزاج؟ مش مهم وصل لي ازاي، المهم انه عجبني. اهو كده يا ابني، اهو كده. مش تقول لي ضرب بالحزام وعلامه في الوش؟ ايه ده؟ ايه ده؟ احنا يا ابني والعياذ بالله مش الحكومه عشان نعمل الكلام ده، لا لا لا. انت بقى تخش عليها بالهادي باللطيف بالظريف، وشويه شويه تجيبها على اسنانها في صفينا، ساعتها تبقى انت ابن ابوك بصحيح. يعني ايه؟ يعني انا عرفت اجيب جول؟ ريتك تعرف تكرره تاني. وحط ايدك بقى في ايدي واحنا نحدف افندينا بره الملعب في غمضه عين. بس ده ما كانش يقولك زمان، طول الوقت عمال تقول لي بلاش نعمل مشاكل، بلاش عشان العمروتي باشا. وبرضه هقول لك كده، عارف ليه؟ عشان انت خفيف ومتعور في الوش.
انا يعني لما بعوز اعور اعور في لا مؤاخذه حته من الدريه وخلاص. ها فهمت؟ فهمت يا سيدي المعلمين. مالك يا بنت بتخشمك انا ليه ولا حكي؟ ابص ايدك يا معلم، ابص ايدك يا عبدالي وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها ابص ايدك يا معلم، ابص رجليك. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين ذنب، انا مش قد. قومي الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذايا. ومين جاب سيره الاذايا دلوقتي؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا بنت يا بنت، أنا سألتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي أنا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ أنا مش قد الحكومة ولا الحكومة قدي. ويقدر على القدرة اللي ربنا. لا يا بنت يا بنت، ما تخافيش ما تخافيش. أنا لو عاوز أتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لي بطريق جرن. يا معلم أنا أنت بنت طيب. طيبة. أنت فاكراني إن أنا راجل أهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسة مساج وكم ضحكة ميصة وكم نظرة رضا. بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجة ولا أي حاجة. اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت، أنا اللي كنت مشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي أنا عايز أوصله. بصراحة أنت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده أنت تستاهلي مكافأة نهاية الخدمة. عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومة بتاعتك. يبقى هات بقى يا معلم. هتجوزك. عامل ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني الوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش، كان لازم احميكي من نفسك لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم انا طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني. انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واستيوب هعمل كده، بس خرجت من هنا والنبي. بطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي إن أنا أحن عليكي من الحكومة؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، أنا عاوزة عروسة على الفرازة.
ولو قدرت تفرديها شوية افرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بيحولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. ايوه بقى تكنيله موقوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهله خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح ان نوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على اي حاجه شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. اه هتجيبها هتقول لك على كل حاجه، واول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه، احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه علي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاوية، كرامة، مطرة، شوق، سوريا، حريم الرجال دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول للرجالة دول. البضاعة وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الأمر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم أردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متأخر أجاوب يا معلم. يعني إيه يا معلم هلا؟ أنت نويت تغير الكار ولا إيه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو آخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك، وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه ايه سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بقاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل وما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح ما تنساش تسلم لي على الوريث. شفاعة عمرك يا كبير. وانا احب كده اجي كده في الروقان الف لي سجارتين اشرب لي كاسين بعيد عن الوش والقرف ولادته وعجن ابويا. لا مؤاخذه يا برنس. ثانيه واحده. في ايه يا ابني؟ مش قلت سيبوني شويه اروق دماغي شويه لوحدي؟ في حد بره عايز اقابل معاليك. مين؟ اتفضلي. طب اقفلي انت دلوقتي. انا قلت هو الموز. انت قلت مستنيني وانا ما كتبتش خبر وجيت. تصدق بالله انا قلبي حاسس ان الجايه جايه، قصدي يعني اني مش هون عليك. ايوه بس انا ليا عندك حق اعرف
انت حقك مردود تلت ومتلت وبأي تمن. رمانة ملهاش تمن يا براء، ولا عمرها هتنزل مزاد رجالة. رمانة ما يوزنهاش إلا راجل يسند ظهرها لأجل ما يملى عينيه. أهل كرنا قالوا أدي الجمال وأدي الجمال. أنت جيت لي وقصد أفندينا، بس برضو غاوي، والغاوي ينقط. وقلت إني معاك هكسب فوق ما أنت متخيلة. وديني جيت أهو عشان نتفق. وماله نتفق؟ بس قبل ما نتفق في بقين عايزك تسمعيهم، عشان انا احب الشغل يبقى على نور حتى لو سكته ضلمه. قول يا براء. لو الشيطان حب يلعب معاك الدنيئه وصور لك انه ينفع انك تشتغليني ويبقى اخر الحوار ده انك تسلميني الافندينه، تبقي خطتي عتبه قبرك وحفرتي بايديكي. يبقى انت بتحمرق ومش قد كلامك. اما بقى لو كان الكلام طالع من القلب وبنية صافية ونظيفة ومش متعصى غدر، تبقى حطيت رجلك على سلالم الجنة وعمتي على وش الدنيا عوم وخبطتي على باب السعادة بإيديك يا رمانة. بقولك إيه يا براء؟ أنت شكلك كده مش متطمن. خلاص لو مش متطمن بلاها ونشيل ده من ده يرتاح ده عن ده، بس تطلعني من نافوخك خالص وتطلعني من الحوار ده. يا بت عادي، إيه القفش اللي أنت فيه ده؟ اهدي شوية، الكلام أخده وعطى. وأنا برضو مش عبيط عشان اصدق ان واحده ممكن تقلب على حبيب القلب بسرعه كده. ربنا يكفيك شر كسره القلب. والست لما ينكسر قلبها بتسن ضوافرها وتذبح. وخميس خليني اسن ضوافري على الاخر. سلامه قلبك يا ماما. يبقى نبقى. طب مش نسمي الاول؟ بسم الله الله وحاول اشوف لها سكه نخرجها بيها قبل ما رحلوها على النيابه. اه ينوبك ثواب. اه بس الحكايه دي فيها قرشينات زياده يا مسامح. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوطه. اسمها ايه؟ هي اللي مرميه هناك دي. شوف مكلبشينها ازاي، كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد. الله على اللقاء الدامي ده، انتوا طلعتوا تعرفوا بعض من زمان. زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رمادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجه يعبي بيها دماغه، بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا لان ولا البني ولا اي حاجه من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. بيزا اوف كورس. براون شوجر. ايه يا باشا؟ براون شوجر بي اس. البي براون والاس يعني شوجر. انت فاكر ان احنا نقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلاني بقى على ما يشد خطين. احنا كده بنساعده. هي أول برشامة وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برنسيسة. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ أفندينا. خميس أفندينا. اه حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجة على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقه. اوكي سي يو ليتر. باي باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سي يو ليتر. اليجيتر. ده ليها كماله. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني سامعها قبل كده بس. البوزه. اليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يا
ده انا التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما تدخلني معاك في الاسبانة هتجيب البرنسيسة ده شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهة برضو؟ امال ايه؟ سبا يعني موزة مقشرة، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغاية لما تخرج زي الموزة المقشرة. السلام زحلقة يعني. تضرب سبا بلبن؟ هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده انت حكاية. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت عارف انك جايبني عشان كده يا سيدي الناس. يعني بلغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رأيك؟ انا في الليلة دي كلها مجرد مرسال، انا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس انت قريب من الباشا ومفيش اقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت انت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زي، ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة عشرة وليه عنده بدل الطار الف. حلو كده احنا الاثنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح، ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. لا مؤاخذه يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءه، هو الوحيد اللي هزز صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه ساحر له، وصف له وصفه، عامل له عمل حاجه كده، تحس انها هو. ايه رايك يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا عشان تحلها؟ انا هقول لك على الصح يا معلم. خميس افندينا دلوقتي في حمايه الباشا، ولو حصل اي حاجه لافندينا الشبهات والشك والريبه والضغينه هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني، ونطاطي للريح شويه. وبعدين نتفق تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرض. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواب. بدران؟ لا، إذا كان على بدران سيبولي، أنا عارف سكته كويس أوي. أنا مش قادر أفهم أنت إزاي مأمن لراجل زي ده؟ ده كلب أفندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. إحنا في خطر يا براءة، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجة هتضيع مننا. نفسي أفهم أنت قلقان من إيه بالظبط يا معلم؟ ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصورة. الحس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له، عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحة أنا بقيتش فاهمك يا حاج، شوية تقول لي سيبها وشوية تقول لي ارجع لها، هي إيه الحكاية بالظبط؟ يا دي افهم بقى، بنته دي هي الشوكة اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني أرجع أدوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبة التانية. لعبة ايه؟ الرمانة. رمانة. رمانة.
كل زلطة يا معلم. زلطة. شكرا. زلطة يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم بيدك. كنت حتة اللحمة دي وبابا. حتة اللحمة دي وبابا. والله أنا وشيف، أنا وشيف أبوك. وفي إيه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فنانة. يا حبيبي. وده الحبيبي. إيه دي النقطة؟ يا حسن، طول عمرك حسن يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من عرق جبيني. أوه برافو برافو خميس. طول عمرك تبهرني بشهامتك. متعلم منك يا متعلم منك يا طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك. طول عمره بيبهرك صح. انا بقول يا معلم هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 في ايه يا فندم؟ ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم اليخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. السلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاعي يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على الاخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفته اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفته اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إيه دي العروسة دي أدابها وحش؟ عروسة فقر. طمني يا دكتور، إيه الأخبار؟ هو كان أخد حاجة عشان خاطر الجواز يعني ولا حاجة؟ حاجة زي إيه يعني يا دكتور؟ معاك أنت حاجة؟ ها؟ مفيش حاجة يا دكتور، ما تاخدش على كلامه، أصله تعبان شوية. هو واضح إن هو تعرض لإنفعال مفاجئ، بالإضافة إذا كان خد حاجة يعني، فعملته هبوط في ضغط الدم وفقدان وعي. عموما الحقنه اللي خدها هتخليه كويس جدا ان شاء الله. يا رب. يعني ايه يا دكتور؟ شهر عسل كده اتضرب بقى ولا ايه؟ يا بنت اتكلمي شويه، شهر عسل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، شهر عسل ايه؟ مفيش الكلام ده خالص. ايه؟ خالص. ليه؟ فهمت يا دكتور، فهمت. جت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح، يا بختك يا سوريا. يا بنت اتبطي، الراجل هيروح مننا. حاضر اهو اتبطيت. اسكت يا بنت الدويه. اديني الحبايه. سلامتك يا معلم. الف مليون سلامه عليك يا اخوي. الله يسلمك. شكلنا كده اتحسدنا، خدنا عين، وعين كبيره قوي. خدتوها على ايه يا اختي العين الكبيره قوي دي؟ بقى الحاجات دي بتتنزل. دي خيبه القمر راكبها جمل. شايف مرات ابنك بتلقح عليا بالكلام ازاي يا معلم؟ عاجبك كده؟ اصبري عليا بس لما ابقى اقوم. اصبر عليك اما تقوم. اما اقوم.